ويرس تام كعب يا متعامل. قلت له يا اسمع جيتوا هنا مش قلت له فك الزنكي والحيات ده انا الزنكي ايش نازل ده ده حق قال له ده بيتي عين عندي انا واخد تعال تعال بجد تعال لا في زب يعمل كده من الباب فيه ها تكتب اللي انا الزنكي 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 تفكه الزنكي الزنكي تفكه يا اخي معقوله احنا ساكنين وين المخازن جنبنا هنا ما سويتوا حاجه لكن يا متعاملين وهات الله بيوتكم البينة انا بحرق لكم النار وعنوا لي كويس اي زول في الحله دي هنا دعامي انا بيته بحرقه الله اكبر الله يحرقه الله اكبر يعني انا اسال انا بكره بصلحه بكره ده انا قاعد هنا وجيت بيتي خلاص ها صلحوا هنا الزنك راقد والحديد راقد الحمد لله حلتنا دي في اي حاجه تمام لما هم يجوا ان شاء الله بيلقوا بيت لكن انتوا دين حريق والله هربكم جوا يا والله هربكم والله ما في كلام مبروك اقسم بالله العظيم يا اخي معقوله مبروك والله معقوله شنو يعني ما في كلام شوف شوف كان تعرفهم ناس انا فك كل هنا البيت شنو يعني شنو كسر البيت شنو يعني شنو انا شنو يعني كسر ثاني اسمع كسر وانا ببني ثاني كسر اي والله وانا ثاني ببني ها ما في كلام ها معقوله يا اخي عده ما تخلوه فكوا يا اخي اقول يعني فدلوت انا الله اكبر نعمر نحن الله اكبر والله بنعمر ويكون احسن يمكن لي خير ذاته يا اخوي يمكن لي خير ايوه غير نصلح هنا الحياه يجي كويسه الله اكبر الله اكبر السلام عليكم أيوة. الله